إطار التنويع الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية استحدثت هذه الوزارة، المهام تاعها الأساسية هي تطوير المجال المنجمي الجزائري، إنشاء هذه الصناعة المنجمية اللي راح تخلي بلادنا توقف هذا الفاتورة الاستيراد اللي هي وصلت لحد الآن مليار دولار من المعادن المختلفة. لازم نشجع الاستثمار ونشوفوا الإطار القانوني ليخلي أن الاستثمار يكون أكثر جاذبية للقطاع، ونحول كل هذه العوائق وخاصة ثقل الملفات باش نروحوا لنديروا استثمار في هذا الميدان. البيانات الجيولوجية، هذه البيانات الجيولوجية راح ندقوا فيها مع مصلحة الجيولوجية الجزائرية لازكا، لنخليه أننا نستعمل التقنيات التكنولوجية العالية في هذا الميدان، تعطينا نظرة جيدة وشاملة على كل المجال المنجمي الجزائري، وتساعد كذلك على الاستثمار في هذا المجال. من خلال النهوض بالمشاريع الكبرى اللي هما أربعة مشاريع، أهمها المشروع تاع غرج بلاد، مشروع تاع البلون زنك تاع ميزو، ومشروع في بجاية، ومشروع الفوسفات اللي موجود في الشرق الجزائري من تبسة بلاد الهدبة إلى غاية عنابة، وكذلك مشاريع الذهب اللي موجودة في الهوكار. ما نتغاضوش على كل المناجم الأخرى الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لكي نبحث النشاط في المنجمي بمراحل. في القانون الآن الموجود 14.05 لازم له إعادة النظر على مراحل. المرحلة الأولى هي كيفية التخلص من هذه العراقيل ووضع المجال المنجمي في وضع يجلب الاستثمارات، وكذلك من التوصيات في آخر مجلس وزراء للسيد الرئيس هو بحث المجال المنجمي في جميع مراحله، وخاصة تدعيم إنتاج المواد الأولية في الوطن اللي الآن رانا نستوردوها من الخارج، رانا نجهزوا فيها في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لانام، اللي هي متكلفة بهذه العملية وراهي باشرت وعندها دفاتير شروط موجودة، وجهزت بعض المناقصات اللي راح تخلي في وقت وجيز أكثر من 12 سبستانس مينيرال راح تنتج في الجزائر. استغلال الذهب في طريقتين، في الطريقة يعني الحرفية ارتيزانال الحرفية، وفي طريقة الصناعية اللي محتاجة إلى مصانع وتكنولوجيا عالية. راح نوضع آليات لشبابنا لتكوينهم في جمعية في كوبيراتيف، يعني جمعيات ولا، وكذلك شركات مصغرة، ونساعدوهم في التكوين وكذلك في جلب المعدات اللازمة والتقنيات اللازمة لكي يجمعوا هذه الصخور المتكونة فيها الذهب. راح نشكلوا في هذه العملية ان كونتوار، يعيطولو الكونتوار دو لور، اللي تكون لينور شركة التابعة لقطاع المناجم للمجمع منال مناجم الجزائر. هذه الشركة هي اللي راح تتكفل بتكسير هذا الأحجار،
وكذلك استخراج هذا الذهب وكذلك تحليله وتقييمه ودفع المستحقات لهذا الشباب. الخطة الثانية هو تحضير دفتر شروط للاستغلال الصناعي للذهب من خلال جلب شريك قادر تكنولوجيا لاستغلال المنجم حاليا. عندنا اتصالات كثيرة مع أكبر البلدان المتمكنة من التكنولوجيات العالية في هذا الميدان. الهدف الآن هو تحضير هذا الميدان والمجال المنجمي من تحضير الجيولوجي، تحضير قانوني، تحضير كل هذه الأعمال اللي تخلي جلب المستثمرين وخاصة المتمكنين من التكنولوجيات العالية للشراكة معهم في بلادنا. كذلك الاستغلال من طرف الجزائريين خواص وقطاع عام في هذا الميدان للنهوض بقطاعنا. عندنا خيرات كثيرة في هذا الميدان.